تقوم الفرقتين بالدخول الى الميدان وتوزع المهام تاعهم الى ما يلي: الفرقه الاولى راه عندها القطاع الاول والثاني، الفرقه الثانيه راه عندها القطاع الثالث والرابع والخامس. التعليمات راها واضحه، تدخلوا وين كاين لي باركينغ بزاف، وين كاين حركه كبيره للسيارات. القارئ الالي للمركبات راه يقرا بصفه اوتوماتيكيه كل مركبه تفوت عليه على كل من كل النواحي من كل الزوايا. ما عليكم الا تتبعوا نظام القارئ الالي. اثناء التنقل المركبه يقوم القارئ الالي باستعمال اربع كاميرات بقراءه جميع السيارات التي تكون بالقرب من المركبه. زكاي زكاي الى جميع الفرق العامله المتنقله وحواجز المراقبه. زكاي الى جميع الفرق العامله المتنقله وحواجز المراقبه. البحث وايقاف سياره مسروقه. البحث وايقاف سياره مسروقه من نوع شيفرولي افيو رماديه اللون. سياره مسروقه بجميع وسائقها. في حاله ايقاف السياره اليقظه والحذر مطلوبه. 907 مطار 8 مطار 20. يعمل حتى في فترة الليلية، وذلك باستعمال جهاز الانفراروج والذي يتغير اوتوماتيكيا بعد حلول الظلام. على غرار امن ولاية الوطن، استفادت المصلحة الولائية لامن ولاية سعيدة بثلاث سيارات من نوع فورد مزودة بالقارئ الالي للوحة الترقيم. هذه السيارات المزودة بجهاز الالي لقراءة القراءة الآلية للوحة الترقيم يقوم بقراءة حوالي 3000 سيارة في الساعة الواحدة، وهو يغطي 360 درجة. أي مهما كانت وضعية المركبة سواء في التقاطع أو تكون أمام السيارة تاعنا أو وراءها، سوف يتم آليا قراءة لوحة الترقيم تاعها. العملية منذ استلام مصالح أمن ولاية سعيدة تمكنا من حجز ثلاث مركبات مسروقة، وهذا في ظرف وجيز. وبالنظر للفترة السابقة قبل أن تستفيد مصالح أمن ولاية من هذه السيارات، كان هناك صعوبة في كشف هذه الظاهرة، أي ظاهرة سرقة المركبات، من خلال عدم استطاعة موظف الشرطة أن يحمل أعداد كبيرة من لوحة الترقيم، وفي ظل الحركة المرورية التي تتميز بها مدينة سعيدة.